ايه فايده الديكور او قيمه الاوضه الحلوه وهي فوق بعضها صح ومتركبه؟ ملهاش اي قيمه. ملهاش. وهو فعلا احلى حاجه يعني قبل اي ديكور او اكسسوارات او كده ان الحته تبقى نظيفه ومنظمه صحيح. ورايقه. فالبدايه هي النظافه والترويق. صح. ايه تاني؟ وعلى فكره مش لازم يعني لو حاجه مش عجباني بس حالتها كويسه انا ممكن اديها لحد ينتفع بيها يعني في اللبس في الديكور في كل الحاجات دي، بس ما تبقاش قاعده واخده مكان في البيت وهي مش محتاجه تبقى موجوده هناك يعني. طيب اوضه النوم ايه الاساسيات وايه الحاجات اللي انتوا بتشوفوها زياده ومغالاه فيها؟ الاساسيات سرير واتنين كوموند ويا اما دولاب او دريسنج روم بس. التسريحه والشوفونيره، مش لسه في حاجه اسمها شوفونيره؟ ولوحات كتيره، تابلوهات كتير قوي، وممكن ترابيزات وحاجات على الجنب وكراسي، كل ده ملوش ممكن لازم. لو له مكان ممكن بس ملوش لازمه. والحاجه التانيه انها مش لازم، وافضل كمان ما تبقاش طقم. يعني انا جبت سرير عجبني او هيد بورد ما تبقاش عجب، طقم. تبقاش طقم مش لازم الاثنين، كله الكومود يبقى يبقى شكل مختلف عن السرير، يبقى منسق بس مش اروح كده لايقين على المحل. بعض ايوه بس مش اجيب الطقم على بعضه. بالظبط. بس ده متاح هنا؟ متاح طبعا. متاح. على فكره السرير لوحده ممكن يبقى سعره حلو، ممكن بعد كده الدولاب يتعمل عند حد نجار او بتاع تبقى لطيفه. وده الافضل. طيب ايه الحاجات الزياده في المطبخ انت بتقولي لازم نستغنى عنها؟ حاجه موجوده تقريبا في البيوت كلها، مثلا الحلل المتخدشه او اللي فيها الطاسات اللي فيها حاجه ممكن تبقى مؤذيه. كان عندنا في طاسه من 50 سنه امي تقول ده من جاهز. ما هو التعلق المعنوي ده. جهازي انا قلبي جهازي اللي ابويا جابه لي. خلاص بقى اللي هي نفسها عايزه تقول لنا سيبوني في حالي. الادوات المتكرره ساعات بنلاقي عندنا مثلا 3 مضرب بيض، كفايه واحد مش لازم كل الحاجات دي. الاطقم اللي مش كامله، كلنا عندنا العلب البلاستيك اللي غطاها ضايع مثلا كده، نتخلص من الحاجات دي وما نخليش الحاجات تبقى متكرره. طب خلينا نشوف اخر فيديو بقى مع بعض كده عن باب بيتطبق او حاجه، بس باب مخصوص للمساحات الصغيره اللي هو زي الاكورديون. ده ايه بقى فايدته قولي لي الباب ده؟ ده لو باب لو في مساحه صغيره قوي مش هقدر افتح الباب، هيخبط مثلا في الدولاب، هيخبط في الكرسي، فيتعمل في النص مفصلات. مفصله في ده النص. انا توقعت انه هيبقى اكورديون عادي. لا في برضه خشب الاكورديون بس ده خشب عشان وهو مقفول شكله ده باب في طرقه فيها كذا باب، شكله يبقى زي بقيه ابواب الطرقه كلها. طيب كالم منزل، كالم بالسي، منزل يعني استهجوها كده، بالله واشرب ميه استهجوها هتعرفوا توصلوا للصفحه لانها مريحه وجميله وكلها الحقيقه نصايح غير تجاريه بالمره، يعني نصايح للنصايح ما فيهاش اي حاجه تهدف للربح خالص، هي اي واحده ست تدخل وتتفرج هتتبسط جدا وهتستفيد من الصفحه دي. ريم شريبه وهدى شريبه نورتوني يا حبايبي وميرسي على وجودكم معايا. شكرا.